تم تدشين رعية سلطانة السلام للاتين في محافظة الزرقاء، حيث كان الاحتفال الرعوي الحاشد تحت رعاية سيادة المطران مارون اللحام الجزيل الوقار النائب البطريركي للاتين في الأردن، وعناية رهبان أبناء العناية الإلهية ولفيف من الكهنة والراهبات، وبحضور الدكتور رائد سامي العدوان محافظ الزرقاء. وقد دشن صاحب السيادة المطران اللحام الرعية الجديدة بقداس إلهي احتفالي أحيته جوقة الكنيسة بقيادة المرتل سيف عباسي، وقد تم إعلان كنيسة سلطانة السلام مار يوسف الزرقاء الجديدة رعية جديدة باسم رعية سلطانة السلام. صاحب السيادة المطران اللحام وفي عظة القداس تحدث عن الإجراءات القانونية لاستلام الأب هاني جميل كاهناً للرعية الجديدة بكامل الصلاحيات. احمل الرعية في قلبك وفي صلاتك. الوجوه التي أمامك ليست وجوهاً مبهمة، فلكل واحد منها قصة وتاريخ ومعلومات ونية خاصة تحملها في صلاتك اليومية وفي سجودك أمام القربان الأقدس. وأنتم أيها المؤمنون، هذا هو رعيكم، أبوكم، حافظوا عليه، أحبوه، احملوه في صلاتكم، لا ترحموا يديه ولا رجليه، ارحموا رأسه. المقصود أعطوه عملاً ليديه ولرجليه، فهو مستعد للعمل في جميع المجالات، وما جميع فئات الرعية، الأولاد والشباب والعائلات الشابة والشبيبة والكشافة ومجلس الرعية والزيارات والتحضير للأسرار والاعتراف والمسنين والمرضى، لكن لا تتعبوا رأسه، أي اعفوه من المشاكل ومن وجع الرأس ومن الهموم التي لا لزوم لها ولا فائدة منها. مجدداً مبروك لكم الرعية الجديدة، حماكم الله بنعمته وبارككم وسار بكم جميعاً في درب الخير وخدمة الملكوت. أمين. وفي ختام القداس الاحتفالي التقى صاحب السيادة المطران اللحام بالكهنة والرعية وتبادلوا التهاني على مائدة محبة.